السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على حسام عوار هداف وممرر حاسم في مواجهه الاتحاد والخليج، يعني وفي رساله مئنان للمدرب المنتخب الوطني الجزائر، يعني وين قاد الاتحاد لفوز كاسح. وين وصل النجم الدولي الجزائري حسام عوار عروضه القوية مع ناديه الاتحاد جدة في منافسة الدور السعودي لكرة القدم موسم 2024-2025. لعب هذا وين تلقى بزاف يعني تهميش، لقى تهميش في روما بعد رحيل مورينيو. شاهدنا كيفاش وين هنا وما رحموش هنا في الجزائر، بانيك كاين عبدت يعني العباده اللي كانت العبوديه اللي كانت فانيك ما رحموش. اليوم وين عوار يعود يعني بقوه للعب، يعني المستوى تاعه يعود بقوه المستوى تاعه. ماشي واحد قال لي راهو في راهم يلعبوا في السعوديه عندك شامبيونه كيما تاعها، عندك تهنا السك، عندك شامبيونه تاع السك، انا الشامبيونه ولا لا تاع السك، انا نتفرجوا نشوف خسارة الجماهير، يعني كما يقول لك المندبة كبيرة والميت فار. تشوف المستوى تاع الجماهير أقوى من المستوى تاع الميدان. مالك المستوى تاع الجماهير في الجزائر، المستوى تاع الجماهير أقوى من المستوى تاع الميدان. سبحان الله، بغيت كومباري روحك نتايا مع المستوى تاع كرة القدم مع السعودية، روح. وقاد النجم المنتخب الجزائري ناديه الاتحاد جدة لتحقيق ريمونتادا على منافسه الفريق الخليج في مجريات الجولة الخامسة من البطولة السعودية، وكانوا منهزمين يعني في الدقيقة الرابعة النادي الخليج ويمركا هدف وعاودوا ولاو عليهم. وشاهدنا عوار هو أحد مهندسين الفوز الكاسح للاتحاد، وساهم متوسط ميدان الجزائري بشكل مباشر في قلب النادي الاتحاد تأخري بهدف نظيف إلى فوز كاسح بأربع أهداف لهدف. وكان اللاعب حسام عوار نصيب في الهدف وتمريرة حاسمة من الرباعية فوز فريقه والذي اعتلى الصدارة جدول الترتيب الفرق الدور السعودي. ويعني وبعد انتهاء الشوط الأول لصالح نادي الخليج بهدف دون رد، وبعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني قدم محارب الصحراء حسام عوار تمريرة حاسمة لزميله كريم بنزيما والذي عدل النتيجة المواجهة. وأصر حسام عوار على خطف النجومية اللقاء بظهوره في الدقيقة 56 مضاعف الغلة لفريقه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق رأسية محكمة أسكن بها الشباك. وعزز الثنائي ستيفان وحمد غمدي تقدم للنادي اتحاد جدة على حساب منافسه الخليج بتسجيل هدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 68 و 95 من زمن المواجهة. وبفضل تألق حسام عوار تصدر نادي الاتحاد جدول الترتيب العام برصيد 12 نقطة، متقدم على نادي الهلال بفرق الأهداف. يعني وين وعلى الصعيد الشخصي وين حرك حسام عوار أرقامه التهديفية بمنحه تصاعدي بمنحنى تصاعدي في خمس مباريات لعبها لحد الآن مع الاتحاد في منافسة الدور السعودي. ورفع اللاعب المنتخب الوطني الجزائري رصيده إلى أربع أهداف وتمريرة حاسمة في البطولة السعودية ليؤكد جدارته بمكانة أساسية في الفريق. ومن المؤكد أن تستمر يعني أن استمراره في تقديم مستويات مميزة مع فريقه السعودي أمر ينعكس إيجابيا على مشواره الدولي مع المنتخب الجزائري. رسالة اطمئنان للمدرب قبل مواجهة الطوغو، يعني من احنا نقولوا بلي طوغو، انا نبدا من نحضر هضرنا على ليبيريا، الناس ولا يقولوا لك ليبيريا وسته ناقصين، قلت لكم لا بغات 10 لاعبين يتبليساو ندوا 10 لاعبين وخد اخر وخد اخرى ايا ونربحوا وربحنا. يعني لازم تكون عندك غريزه الفوز،
لازم تا مناصر عمرك لا تشكك تكون عندك غريزة الفوز. حنا كان ذاك المدرب اللي خسر مع موريتانيا دائما نقولوا بلي غادي نربحوا. الناس كان يقول لك انت راك تستهزأ، ماني نستهزأ انا طوغو نربحها الي روتور، علاش نستهزأ؟ كي قلت لك انايا ليبيريا نربحوها ماشي استهزاء. وليتو قلبتو انا قلتو لنا في الاحلام، ونهار اوغندا خسرنا هنا مع غينيا ورايحين اوغندا، واني كنت قلت لكم غادي نربحوا وربحنا 2-1. لازم تكون عندك غريزه نتا مناصر دائما حوس على الفوز لبلادك ولا النادي تاعك، هذه هي. ويكون حسام عوار قد بعث رسالة مئنان إلى الناخب الوطني فلاديمير أيام قبل انطلاق التربص شهر أكتوبر المقبل، ومن المرجح أن يكون عوار أحد أهم العناصر والتي سيعتمد عليها المدرب في مواجهتين الجزائر والطوغو ضمن تصفيات نهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا 2025. ويواجه عوار وبقية رفقائه في كتيبة محاربي الصحراء منافسيهم الطوغو ذهاب وإياب يوم 10 و14 من أكتوبر 2024 لحساب جولتين الثالثة والرابعة من تصفيات الكان المغرب. وكان عوار قد غاب عن لقاء الجزائر وليبيريا الشهر الحالي ضمن مجريات الجولة الثانية من تصفيات ذاتها لسبب طبي حسب بيان الفاف، على أمل العودة بقوة في مواجهتين المقبلتين. خاطش علاه لو كان بالك عوار لعب كونت ليبيريا تولي كره مبليسي لليوم، لو كان لعب تولي كره مبليسي لليوم، لو كان عمورة لعب تولي راه مبليسي لليوم. ولا ماشي كيما المدرب اللي فات يهدر مع الاطباء يقول لهم اعطوني لازم اللعاب هذا يلعب، لازم تقول لي يلعب كيما بن ناصر عاد مبليسي خليه راه مبليسي نورمال. هذه هي لعاب راه مبليسي، راه مبليسي خليه. ماشي قضية تاع لازم كيما نقولوا حنايا اللعاب هذا أيا راه مبليسي. هذوك الهيشر هذيك خالتكم الحمارة الناشفة زوجة قاسامة، وهذاك ولاده هذاك بو كلبة، وهذاك كيسموها هذاك مسيلمة الكذاب، يعني داروا بالي الاتحادية غادي تخاف منهم ولا تخاف مبليسي مبليسي. هذاك بكري كان المدرب من راخر كان يتب رساله محرز يتب رساله يخرج مشي مبليسي يقول لكم مبليسي عليك فماك صار كلها مكاش ذوقك الهضره مكاش. والله غالب شوبير قوير يخسر مع باريس سان جيرمان ومن بعد خسر، المهم ما تبليساش. مزيا لعب كاع واك لعب كاع البارتيه، ايوا مزيا لعب وما ماركاش فيتو ما تهدروش فيتو ما كاش الهدره. ايه فيتو ما كاش الهدره تاعكم، الهدره العاية ما كاش. هذه هي مزية لعب 90 دقيقة وما مركاش هكا. هذه أنا نتمناها لكل جوار لعاب جزائري، يلعب وما يمركيش، يلعب وما يمركيش فتو هكا، يلعب وما يمركيش هكا فتو ما تحضروش عليه. هذه هي وانتوما اللي تهضروا عليه راح. أنا نقولكم خرج لك مسيلمة كذاب قال لكم ادم والناس راه رايح رايح ايكيب كلش احبس. هذه هي بدايه رائعه لحسام عوار في الملاعب السعوديه، حاجه مليحه بدايه يعني
ان شاء الله بربي يزيد يواصل، يعني غير اصابات يوخروا عليه هذا مكان، ونشوفوا حسام عوار تاع بصح. هذه هي، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.